كل جزء من مانشستر سيتي يستحق، يعني الإدارة، اللاعبين، المدرب، الجمهور اللي آمن بالفريق. غوارديولا فعلا، يعني غوارديولا تنازل عن شيء مهم في حياته، تنازل عن جزء من أفكاره عشان يجيب اللقب. دافع أمام ليفربول ذهابا بشكل مختلف، وشفناه حتى في آخر المباريات. مش مانشستر سيتي، مانشستر سيتي بده يفوز، مش مانشستر سيتي غوارديولا، مش غوارديولا برشلونة ولا غوارديولا بايرن. الرجل اللي كان مستعد يستغني عن النتيجة مقابل يثبت إنه أفكاره هيها، أنا مؤمن بأفكاري. رجل تغير من أجل اللقب، وهذا يؤخذ له، يعني هذا نوع من النضج لهذا المدرب اللي كان يلام زمان عليه إنه رجل خطة واحدة وفقط. تغير كثير، عرف يخلي كل لاعب يوثق بنفسه لآخر لحظة. رياض محرز في فترة من الفترات في هذا الموسم نسي في بداية الموسم، خاصة عام 2019، نسي تماما، لم يلعب في البريمير ليج عدد طويل من المباريات، لكنه عرف يستعيده حتى بكلمة شهيرة في التصريح لما خرج وقال أنا آسف لرياض محرز في مؤتمر صحفي لأني ما لقيت فرصة ألعبه. فقدر يحافظ على كل اللاعبين يشعروا أهميتهم في هذا الدوري. كل لاعب في مان سيتي ساهم في لحظة، فودين شاب صغير دخل وسجل وفاز، كل لاعب كان له موقف وكان له هذه هي قوة غوارديولا مع برشلونة ومع بايرن، والآن إنه الجميع يشعر بأهميته، بالإضافة طبعا إنه فكر الكروي تبعه متقدم على الآخرين بمراحل كما يبدو.